بقاء لله. طبعا في شهدائنا من العمليات اللي بتحدث في يعني سيناء، يعني النهارده ضابطين، امبارح ايضا في اول امبارح تحديدا في البيان رقم 11 كان ايضا ضابطين، البقاء لله. وبنتمنى طبعا انه يعني الجهود المبذوله اللي بتتم في سيناء تكون يعني ساحقة بقى للإرهاب، وأكيد هيكون لنا متابعات، وهيكون معنا أيضا متابعة دلوقتي مع اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي ومدير الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير لحضرتك وكل السادة المشاهدين. صباح الخير يا فندم. أهم ما يميز البيان رقم 13 في العمليات اللي بتقوم بها قواتنا المسلحة في سيناء إيه النهاردة يا فندم؟ بس الاول برضو نحب انه ننوه ان الاول مره في هذه العمليات بقت القوات المسلحه ملتزمه باصدار البيانات العسكريه كل يوم الصبح الساعه 7. صحيح. بتبقى بيانات شامله، وكل اسبوع بيبقى فيه مؤتمر عشان الاجابه على التساؤلات، فكده اقول ان الاعلام العسكري بيسير بصوره ملتزمه. حقيقي. وبالتالي بنمنع اي فرصه للشائعات أو الأخبار الكاذبة. حي. بالنسبة للإعلان اليوم أو البيان رقم 13، أنا بقول إنه غطى فيه كافة القوات المسلحة، قامت بعناصرها، القوات البرية، عندنا القوات الجوية، قامت برادارها، عندنا قوات حرس الحدود، عندنا القوات البحرية أيضاً، عندنا الحماية المدنية للناس اللي تمت، ولكن طبعاً بيقول لنا إن شهدائنا الأبرار اللي سقطوا امس امبارح في هذه العمليات بيقول لنا مدى جدية العمل اللي بيتم في هذه العمليات. ولكن بيميزنا ايه؟ ان احنا دلوقتي بدينا نخش في التفتيشات الدقيقة. يمكن الاول كنا بنضرب الاماكن اللي كانت موجودة، لكن دلوقتي بتلاقي ماشية بنمسح او بنفتش كل شبر في الارض، لقينا موضوعات خنادق، موضوعات تاكسيات، ويمكن المعلومات اللي جات، وانا دايما بقول عليها ان المركزين العمليات اللي اتمسكوا ولقينا فيها خرائط كتيره جدا عن عملياتهم، لقينا فيها معلومات كويسه جدا جدا عن اماكن التمركز، فدي اللي ادتنا فرصه ان احنا نكمل وعندنا معلومات اخرى احنا نصدق، لان اي خطه بتتبني على معلومات صح، وبالتالي بيبقى الخطه والقرار صح. فده اللي احنا شفناه النهارده. الحاجه برضو اللي شدتنا بقى في النهارده مزارع كبيره في البنك في سيناء، وده يقول لنا ان هم التمويل قل، لان من ايام ما حصل الحصار جامد على قطر، قطر بقت خايفه جدا وهي بتمول عشان ما يتمسكش لها اي طرف من الاطراف. فبتلاقي يمكن كل يوم في البيانات بتلاقي يعني تدمير مزارع البانجو عشان فلوسه، يمكن حوالي من اسبوعين ثلاثه كان في سطوه على بنك العريش، فده يقول لنا برضو انهم دخلوا في مرحلة ان مفيش تمويل عندهم في العملية. الحاجة اللي انا تهمنا ان هناك اصرار كامل من القوات المسلحة على انهم يكملوا الخطة. حضرتك قلت كلمة فعلا في البداية، قلت نأمل ان كل المجهود اللي بيتبذل والشهداء اللي سقطوا ان شاء الله يكلل بالنجاح، وننظف سينا نهائيا من الارهاب خلال الفترة القادمة بإذن الله. كمان هناك جهود مبذولة من قبل قوات الحرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية لتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. يعني عايزين نعرف يا فندم أيضا بشكل كده مستفيض، إيه الإجراءات اللي بتتم هناك؟ حرس الحدود هو مسؤول عن تأمين كل حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية، وبالذات عندنا الحدود الغربية لناحية ليبيا والجنوبية ناحية السودان، فيها مسارب كتيرة جدا، مدقات كتيرة جدا. احنا طبعا هتبقى من الصعب ان احنا خط الحدود اللي بيننا وبين ليبيا يعني 1200 كيلو، طبعا صعب جدا ان احنا نأمنه تأمين كامل، فبالتالي بيبقى فيه لهم بدورهم اول حاجة نقط مراقبة موجودة لخط الحدود، دوريات ما بين النقط، ثم في العمق شوية بتلاقي دوريات راكبة بالعربيات، ثم في العمق التاني اكتر بتبقى دوريات بالطائرات، وساعات حتى بتبقى الطائرات اللي هي بتطلع تتدرب بدل ما تتدرب في الهواء، فبيطلع الطائم اللي بيتدرب على الطيران نقول له لا خد خط الحدود الشمالي، اسف الجنوبي او الغربي، ويبقى في عناصر مراقبه. فعشان كده بتلاقي خط القوات الحدود فعلا قايمه بدور كويس جدا عشان المسارب الكثيره والمدقات الموجوده. خط الحدود ايضا بيقابل السواحل، السواحل اللي هي البريه بتاعتك على البحر المتوسط، بتلاقي عناصر حرس الحدود كلها، حتى لو الناس بتصيف في الساحل الشمالي بتلاقي دورية حرس حدود ماشية كلها على الخط، لأنها دي أحد منافذ التهريب، وخاصة
داعش، عناصر داعش اللي جايه من المناطق بتاعت سوريا والعراق. النهارده بيبقى اسهل حاجه لها انها تيجي عن طريق البحر وتنزل، يمكن بس جت في منطقه سيناء، فعشان كده بتلاقي حرس الحدود ايضا بيعمل في منطقه الساحل الشمالي على خط الحدود في البحر المتوسط. اشكرك شكرا جزيلا اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي ومدير الشؤون المعنويه بالقوات المسلحه الاسبق على هذه المعلومات، نشكرك.